الحاجة كيف راك تشوفي في المهرجان هذا اللي داروه؟ راني فرحانة اللي تفكروا الحسني وداروها وفرح. راني مريضة ونجي من جوني نحشم ونجي راني فرحانة. ثم وش يفكروك الأغاني هذا من حاجة؟ ويفكروني ونمرض نقعد شحال من يوم وأنا مريضة نتفكر كاع الماضي تاع حسني. هذا المهرجان هذا ربما اللي شارك فيه ولدك الله يرحمه وكل شيء، وتشوفي فيه درك الان شباب اللي راهو يغني نفس الاغاني تاع ابنك الله يرحمه وكل شيء، كيف يعني الاحساس تاعك والشعور تاعك؟ نحس كلي غالي انا سمعت نحس به باللي من يحيوا هكا ويديروا لهذا المهرج نفرح. وبالنسبه للشباب يعني اللي كان يهتف منذ قليل وكان يعني او اعترف بالجميل تاعو ولا سيما يعني عندما يتكلموا حسني كل الشباب يعني يهتف ويتكلم يعني بصوت مرتفع حسني 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 تفضل. نفرح بزاف ويجوا الاحباب يشوفوني يقولوا لي من نشوفوك انت كل شفناه هو للعام يجوني من كل بلاد كاع الاحباب اللي يبغوه يجوني. وش تقول للمهاجرين اللي راهم يشوفوا وما قدروش يجيو سنا باش يحضروا الفيستيفال هذا؟ نقول لهم الله يخلف عليهم ويكثر خيرهم ونفرح بزاف نفرح بهم كاع اللي يتفكر ولدي نفرح به. المهم نقول لك ربي يرحمه مره ثانيه وربي يعطيك صبر ان شاء الله. اللهم امين يا ربي يا ربي امين.